بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من رحلتنا القرآنية مع كتاب ربنا، نتعلم معا التلاوة الصحيحة. نرحب معا بضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أعزائي المشاهدين، اليوم مع ختام مبارك لسورة الواقعة بعد أن قضينا بها أكثر من 15 حلقة، اليوم الحلقة 16، نتعلم معا التلاوة الصحيحة لختام السورة بدءا من الآية 92 إلى الآية 96، ونستمع بداية إلى الآيات المباركات بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، سبحان ربي العظيم. هيا أعزائي المشاهدين، نتعلم معا التلاوة الصحيحة للآيات المباركات ونستمع إلى الشرح عمليا من فضيلة الشيخ خالد، ونسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. فضيلة الشيخ خالد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. القارئ مع بداية الآيات يبدأ بالاستعاذة ثم يبسمل ثم نبتدئ مع الآية الأولى. يقول ربنا جل وعلا هنا في هذه الآية: وأما إن كان من المكذبين الضالين. وأما معايا تاني، الحروف ترقق والغنة ومحلها في الميم. وأما، وما تنساش إن في عندك في الآية الأولى مدود، يعني قبل ما أبدأ أخذ نفس. وأما إذا وقفنا هنوصل، وأما إن كان، يبقى عندي مد عندي غنة. إن كان من المكذبين الضالين، إذا الذال طرف اللسان، الضاد لا تتحول إلى حرف آخر، وعندي كمان فيها أي في حرف الضاد التفخيم، وبعدها الألف، والألف سيمد 6 حركات. خلي بالك بقى كده من دي، ماشي؟ الضالين يبقى المد معايا، يبقى المكذبين الضالين وهنقف. ودي كده الآية الأولى، يبقى عندي فيها مد في أولها، في عندي غنة، في عندي مد لازم هتمده 6 حركات، فخلي بالك في آخر كلمة في الآية. طيب دي كده الآية الأولى، وحطينا دينا على أماكن الغنة فيها ومكان المد. الآية اللي تليها: فنزل من حميم. في عندي مد في الآخر فقط لا غير، حميم. طب ده أنت لك الخيار فيه، فين الغنة اللي عندي؟ فنزل من، لما تيجي توصل يبقى في عندي الغنة في الوصل، فنزل من، وقفنا فنزل، هوصل فنزل من حميم. النون بقى في من حميم هتبينها كويس وتوضحها، بلا غنة فيها واضحة. وهذه الآية الثانية. الآية الثالثة: وتصلية جحيم. ننتبه لإيه فيها؟ للتاء في قوله وتصلية جحيم، تاء بس؟ لا، ما انت انتبه للتاء وما بعدها، اللي بعدها ايه؟ الصاد. ليه؟ لان التاء ترقق والصاد تفخم،
فلا تطغى الصاد على التاء أو العكس بالعكس، فيتأثر هذا بذاك فتتحول التاء إلى حرف آخر أو تتحول الصاد إلى حرف آخر. إذن المطلوب في القراءة والتنبيه عليه هو أن ننتبه للتاء تصبح تاء، والصاد الساكنة هي بنطقها صادا ساكنة، تص تصلية. جميل. أما أقرأها بقى على بعضها، وتصلية جحيم. الجيم أخلي بالي من النطق بتاعها، جي هكذا، وتصلية جحيم. جميل. الآية التي تليها، إن هذا لهو حق اليقين. عايزين فيها إيه؟ واحد الغنة، اتنين الذال طرف اللسان عشان الذال في هذا. طب ما هي عندي قبل كده في المكذبين، وعندي أيضا في الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الأحكام معي تتكرر مع الحرف هو هو، فلننتبه حتى لا نقع في هذا الخطأ. طيب، إن هذا لهو حق اليقين. إيه تاني؟ أنا عندي اللام والهاء والواو، لهو حق اليقين. يعني عايز تقول لي إيه بالنطق اللي عمال تكرره لي دوت؟ عايز أقول لك خلي بالك من فتحة اللام وضمة الهاء وفتح الواو بعدها، لا هو حق اليقين. ليه؟ الحركات المتوالية تجعل اللسان ينطق بسرعة. طيب النطق السريع ده سيؤدي بي إلى ماذا؟ إلى رواية أخرى. إيه هي؟ اللسان إذا أراد أن يخفف من سرعته سكن أحد الحروف. إن جاءت الحروف متوالية يأتي على الوسط ويسكنه، فتنطق باللام مفتوحة والهاء ساكنة والواو مفتوحة حتى تهدئ من السرعة وأنت لا تدري. طب ننطقها؟ هي رواية أخرى، أنا عايز الرواية دي. حفص هيقرأها إزاي؟ لا هو حق اليقين، يبقى ده اللي نأكد عليه. والرواية الثانية لا، وقتها ما يجي إن شاء الله بإذن الله نخلي بالنا منه. يبقى لا هو حق اليقين، أخلي بالي من كلمة حق، الحاء ترقق، القاف تفخم، كلمة اليقين القاف عندي مكسورة، وخلي بالك من كسرتها حتى لا تتحول إلى حرف آخر. آخر آية، فسبح باسم ربك العظيم. فسبح الحاء، وخلي بالك من صوتها كويس كده، وفي بعض من الهواء خارج معها طبيعي بلا تكلف، فسبح هكذا. فسبح باسم، كلمة اسم وحدها إذا تلفظت بها ستنطق بألف في أولها، اسم هكذا، ولكن الهمزة بتاعتها دي همزة وصل. هي ألف ولا همزة يا عم الشيخ؟ أفكرك، الهمز إذا كان وصلا أو كان قطعا وكان في أول أي كلمة يرسم على ألف. طيب ده هنا الألف هذه أو الهمز هذه مش في أول الكلمة، لا، ما هو دخل عليها حرف. إيه الحرف اللي دخل ده؟ هو حرف الباء من كلمة باسم. طب باسم احنا عارفينها بتكتب باء سين ميم، لا، كلمة اسم لها خصوصية نعرفها، بس نخلص الأول القسم الإيه؟ العملي. فسبح باسم. طب ليه فتحت الباب في الحتة دي شوية كده؟ علشان محدش يقرأ بإثبات الألف، لا، هتقرأها كده باسم بدون ألف بعد الباء، ده مكتوب يا عم الشيخ. أيوة أنا عارف أنه مكتوب لكنه لا ينطق. طب ليه؟ هعرفك بس أصبر معايا شوية. يبقى كيف سأنطق الآن؟ فسبح باسم، خلاص النطق السليم إيه؟ باسم هكذا مع وجود الألف. نعم، النطق الصحيح باسم هكذا. جميل. فسبح باسم ربك العظيم، سمعت الراء؟ راء ربك العظيم، يبقى الراء تفخم،
ولاحظ المشدد، اوعى تخفف. ربي، ربي كالعظيم. والظاء يبقى معانا النهارده الذال، معانا الظاء، فخلي بالك من اخراج طرف اللسان، خلي بالك من الميم الساكنه في قوله العظيم عند الوقف. انتهى القسم العملي مع التنبيهات. تعالى نحلل هذه القراءه العمليه الى شيء من العلم فيها. تعالى كده واحده واحده. اول حاجه كنت بكلمك فيها هي في اخر ايه، فمعذره، هنبدا بيها، اللي هي ايه؟ الف كلمه اسم من قوله باسم. اتلخبط؟ طيب تاني عشان لو بتكتب. الف كلمه اسم من قوله باسم، في قوله فسبح باسم ربك العظيم. خلاص كده واضحه؟ تعالى بقى نشوف. يا ترى بقى هنتكلم عليها في كتاب الله ولا خارج كتاب الله؟ ازاي يعني؟ لان خارج كتاب الله تبارك وتعالى لها قاعده، وفي المصحف لها قاعده. تاني، كلمه اسم، اذا كنت هتكتب كلمه باسم في المصحف في قاعدة. تعال الأول نتعلم هذه القاعدة في كتاب الله، ثم ننظر كيف يكون الحكم خارج كتاب الله. في كتاب الله تبارك وتعالى كلمة اسم إذا سبقت بالباء يحذف الألف الذي قبل اسم بشرط واحد. تاني كده لو بتكتب، كلمة باسم يحذف ألفها. أنا سامع البعض بيقول لي همزتها، ما احنا خلاص اتفقنا أن الهمز إذا كانت وصل أو قطع تكتب في أول كلمة ألف، عشان لو سمعت مني مرة ألف، سمعت مني مرة همزة، أنا أحاول أن أعود سماعك على هذه القاعدة فلا يلتبس عليك هذا بذاك، فلا داعي لهذا الالتباس. خلاص، يبقى هذا يسمى ألف، يسمى ألف، يسمى همز، يسمى همز، هذه هي هذه. ماشي كده؟ جميل. احنا دلوقتي نتكلم على كلمة باسم فين؟ نعم، في المصحف. أحسنتم، جزاك الله خير. يحذف الألف متى؟ بشرط واحد، أن يلي، يعني أن يأتي بعد كلمة باسم لفظ الجلالة بس، فقط لا غير. تعالى كده نستقرأ كتاب الله. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. في هود هتجد كلمة باسم بدون ألف. ليه؟ جاء بعدها لفظ الجلالة فقط. يبقى في القرآن الكريم يحذف ألف اسم إن جاء بعد كلمة باسم لفظ الجلالة. أما إذا أتى أي اسم آخر فإن ألف اسم يرجع في الكتابة. تعال اقرأ كده معايا، فسبح باسم ربك العظيم في موضعي الواقعة، والنهاردة احنا في آخر آية منها. بص قدامك كده في آخر آية هتجد، والآية اللي مرت معنا قبل كده في نفس السورة قرأنا سورة العلق، صح؟ ها، أول آية إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. لو جبتها وبصيت على كلمة باسم هتجد في ألف. لو جبت أول سورة الأعلى، أول آية فيها إيه؟ ها؟ سبح اسم ربك الأعلى. بس دي يا عم الشيخ مفيش قبلها باء. لا، ماشي كده، أنت مستيقظ معايا ومنتبه. يبقى إذا نخلي بالنا بقى أن كلمة اسم إذا سبقت بالباء في المصحف تلاها لفظ الجلالة يحذف ألفها. أما إذا تلاها أي اسم آخر فإن الألف يرجع. والحمد لله، وسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا لنبدأ معكم التلاوة وعرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد، فانتظرونا.
أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع ختام سورة الواقعة مع الآيات من الآية 92 إلى الآية 96. نبدأ في عرض الآيات سريعا على فضيلة الشيخ خالد، وأرجو أن تكون التلاوة هادئة وبتحقيق، وأن نسمع الشيخ جيدا في توجيهاته، وأن نكرر معه لو صح لنا لفظا نصححه، لو صح لنا حكما نصححه، حتى تكون التلاوة تعليمية إن شاء الله. معنا أم أسماء والأستاذ عمر. تفضلي أم أسماء. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين. واحدة واحدة بقى كده. وأما إن كان من. وأما. لا اسمعني كويس. يا أم أسماء. اسمعني كويس. وأما إن كان من. وأما إن كان من. من المكذبين. من المكذبين. المكذبين الضالين. المكذبين الضالين. كملي. فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. كمان مرة. إن هذا. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. صدق الله العظيم. نخلي بالنا من الضاء طرف اللسان يطلع فيها يا أم أسماء، ربنا يبارك فيك. تفضل يا أستاذ عمر. استاذ عمر. تفضل يا استاذ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا شيخ عمر. تفضل يا فندم. اعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واما فما اذا كان مكذبين. شيخ عمر سمعني. واما ان كان مكذبين الضالين فنزل من الحميم وتصليه الرحيم. إن هذا له حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. ربنا يبارك فيك يا شيخ عمر. شكرا لك يا استاذ عمر. معانا الاستاذه سميره من القرط. تفضلي يا امي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله على العالمين. الله يبارك لك يا رب ويجازيك خير. تفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واما ان كان من المكذبين. من المكذبين الضالين. فنزل من حميم وتصلية جحيم. ان هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربي العظيم. رجاء ما نجيش على نفسنا، نكمل آية وناكل حروف ما ينفعش، نكمل آية وناكل أحكام ما ينفعش. طيب أنا هقرأ الآية الأولى وأبين كيف يكون لضعيف النفس أسوة يقتضي بهذا. إزاي؟ هكذا. وأما إن كان من المكذبين. المكذبين الضالين. لكن ما ينفعش أوصلها وآكل الغنة وأنتقص المد، أو إني آجي في آية أخرى مثل إن هذا لهو حق اليقين آكل المد الطبيعي في كلمة هذا الألف الأخيرة. ما ينفعش، لازم نخلي بالنا من الحروف، ما ينفعش إنها تبتر. ربنا يبارك فيهم جميعا ويبارك في حاجة سميرة. شكرا لك يا حاجة سميرة. ما شاء الله تلاوة حضرتك حلوة، بس الأحكام أهم من إن جمال الأداء يعني. فربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله ويطيل عمرك. معانا أم محمد من القرية. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من
من المكذبين الضالين. جميل. كلمة الضالين محتاجة تظبيط شوية، الضاد واللام المشددة تبان هكذا الضالين. الضالين. أيوة. فنزل من حميم وتصلية جحيم. التاء ترقق وتاء وتصلية. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. أحسنت يا أم محمد، ربنا يبارك فيك. شكرا لك يا حاجة محمد، ما شاء الله استفدت وأفدت، بارك الله فيك. معنا الأستاذ عبد العزيز والأستاذة نهى من أسوان، اتفضل الأستاذ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الحاج عبد العزيز، اتفضل. بارك الله فيكم. هو في حضرتك إن شاء الله، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. يا حاج عبد العزيز، رجاء المد في كلمة الضالين ده 6، ما يقلش عن كده، يبقى رقم 1 وأتدرب عليها هكذا الضالين. نفسي مش هيجيب، أقف على الكلمة قبلها ثم أبدأ، فأنا في حكم المضطر، فأخلي بالي من دي ونخلي بالنا من دي ونتمرن عليها. وتابعنا يا حاج عبد العزيز. شكرا ليك يا عم الحاج عبد العزيز. الاستاذه نهى من اسوان، اتفضلي يا استاذه نهى. استاذه نهى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا استاذه نهى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ما شاء الله، احسنت، ممتازه يا استاذه نهى، الله يفتح عليك، طبقت اللي قلناه، الله يفتح عليك، ممتازه. شكرا لك يا استاذه نهى. ام ايهاب من القاهره، اتفضلي يا حاجه ام ايهاب. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير عنا. واياك يا فندم، اتفضلي. ربنا يبارك لك. الله يبارك فيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، احسنت يا ام ايهاب، بس خلي بالك من الغنه في قوله فنزل من، تاخد حقها شويه. وكلمه الضالين انت مديتي، بس المد كان ناقص حركه، فخلي بالك. ربنا يبارك فيك يا ام ايهاب. شكرا لك يا حاجه ام ايهاب. الحاجه كريمه من القاهره، اتفضلي يا حاجه كريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا حاج كريمة. عايزين نخلي بالنا من الحرف المشدد، يبان إنه مشدد فين معايا؟
أيضا في كلمة الضالين، عشان لما يخفف لا ما ينفعش التخفيف فيه، هذا حرف مشدد، فنخلي بالنا منه. ربنا يبارك في حاجة كريمة. شكرا لك يا حاجة كريمة. الحاجة أم محمود من القليبات، فضل يا أم محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. وأما إن كان من المكذبين، الضالين. كمان مرة، المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. ربنا يبارك فيك يا أم محمود. شكرا لك يا حاجة أم محمود. معنا أم سامح من بني سويف، تفضلي يا حاجة أم سامح. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمي، أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلا بحضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. أحسنت صدق الله العظيم. أحسنت يا أم سامح، ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك يا أمي، ما شاء الله تلاوة جيدة. معانا عم الحاج متولي والحاجة أم أحمد من اسكندرية، تفضل يا عم الحاج متولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الحاج تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. الله يفتح عليك حاج متولي، بس المد اللازم ناقص، خلي بالك، دول ست واحنا اتفقنا نفسي اعرف اقسمه ازاي، فاصبح الامر لا حجة فيه. ربنا يبارك في حاج متولي. شكرا ليك يا عم الحاج متولي، اتفضلي يا حاج ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. نفس الكلام أيضا يا حاج أم أحمد، رجاء النفس ليس بحجة ولا بحجة، نقسم الجملة عشان تيجي الأحكام منضبطة. أنا عارف التعود على شيء وننتقل لشيء آخر يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى تمرين، فمعلش أنا هنبه وهذا هو الواجب. ربنا يبارك فيك يا أم أحمد. شكرا لك يا حاج أم أحمد. شكرا لك يا عم الحاج متولي، وبارك الله فيكما ويعني زاد في عمركما وأداكم الصحة والعافية يا رب إن شاء الله. أحمد من المنيا، اتفضل يا شيخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من سليمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ أحمد اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربي العظيم. الله يفتح عليك شيخ أحمد، بس بأدي لغن حقها شوي. ربنا يبارك فيك يا ابني. شكرا لك يا شيخ أحمد. أعزائي المشاهدين، ثوان معدودات سنخرج فيها إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع ختام سورة الوقاعة من الآية 92 إلى الآية 96. قبل أن نبدأ التلاوة نعرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، غدا بإذن الله تعالى وبمشيئته ستكون الحلقة مراجعة كاملة للسورة من الآية الأولى إلى الآية الأخيرة، وسيكون بإذن الله تعالى من أول دقيقة الاتصال ونحن في انتظار اتصالاتكم. طبعا حضرتكم عارفين أن في شرط في البرنامج أن احنا نتصل مرة واحدة في الأسبوع، في حلقة الغد هذا الشرط ملغي. الجميع خاصة المتقن في التلاوة الذي يحفظ معنا أو الذي يريد أن يحفظ، إن شاء الله في انتظار حضرتكم غدا بمشيئة الله تعالى. معانا الأستاذ ممدوح وأم عبد الرحمن المنية. تفضلي يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. واحدة واحدة يا أم عبد الرحمن. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. صدق الله. يا أم عبد الرحمن. نعم. اسمع الشيخ الله يبارك فيك عشان هيصحح لك حاجة كده. سمعاني أم عبد الرحمن؟ إن صح. هذا آخرها حرف المد يبان، ده رقم واحد. لا هو اللام مفتوحة، الهاء بعديها مضمومة، فنخلي بالنا من التشكير. ربنا يبارك فيك يا رب. أم عبد الرحمن تفضل. أستاذ ممدوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الحاج ممدوح تفضل يا فندم. جزاكم الله عنا خير الجزاء. وإياك يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من جحيم. كمان مرة. من حميم. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. أحسنت شيخ ممدوح، بس رجاء كنا ممكن نقسم الآية الأولى على جملتين عشان تأتي المدود وبالأخص المد اللازم آخذا حقه. ربنا يبارك فيك يا شيخ ممدوح. شكرا لك استاذ ممدوح. معنا الاستاذ اشرف ام حسام من القاهره. تفضل يا استاذ اشرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق
حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، ما شاء الله في تقدم كبير جدا يا استاذ اشرف، ملحوظ ما شاء الله، الله يفتح عليك، واصل، احسنت. شكرا لك استاذ اشرف. اتفضلي يا ام حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سؤال يا أم حسام كده على السريع، كلمة حميم لما وقفتي، وقفتي بالتنوين ولا وقفتي بكسرة أو براون؟ حميم؟ آه لما وقفت. لا حميم بالسكون. آه. السكون ما جبتيش لا روم ولا حركه ولا اي حاجه فيها يعني؟ لا طيب لا، ممكن ينفع روم؟ نعم ينفع فيه روم، عشان كده بسال، انا سمعتها كده فعشان كده بتاكد. لا هو انا وقفت بالسكون عادي، بس لو فيها روم ممكن اجيبه. خلاص بس انا بتاكد، بس خلاص انا بتاكد. من حميم وتصلية جحيم، ده لو هنوصف كده. بالروم كده؟ لا الروم مش كده، الروم كده فنزل من حميم، هكذا. جزء من الكسر. فنزل من حميم. أيوة وتصلية جحيم كده، بس مش قوي كده، جزء من الكسرة. جحيم وتصلية جحيم. أيوة أحسنت، ربنا يبارك فيك. شكرا. العفو. شكرا لك يا أم حسام، ما شاء الله أفدتينا جدا مع الروم وتدريب الشيخ ليكي، بارك الله فيك. وفضيلة شيخنا معانا أم أحمد والأستاذة بسمة من أسوان. حاجة أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، أحسنت أم أحمد، كل اللي قلناه طبقتيه بالضبط تمام، الله يفتح عليك. شكرا لك يا حاجة أم أحمد. اتفضلي يا بسمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذة بسمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، أحسنت يا بسمة، بس خلي بالك من المدود الأول. وأما إن أربع حركات، كلمة الضالين بست حركات لازم، فنخلي بالنا من المقدار، ده كام وده كام، الأول أربعة الثاني ست حركات، ربنا يبارك فيك يا بسمة. شكرا لك يا أستاذة بسمة. الأستاذة سحر من اسكندرية، تفضلي يا أستاذة سحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
أحسنتي، قراءة ممتازة طيبة ما شاء الله، بس خلي بالنا من المشدد. فين معايا اللام في كلمة الضالين؟ الله يفتح عليك يا سحر. شكرا لك يا أستاذ سحر. ابننا عمرو من القليوبات، اتفضل يا عمرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمرو؟ الله يسلمك. يا ترى ختمت ولا لسه؟ لا لسه. طيب ربنا يديك الصحة وإن شاء الله تختم قريبا بإذن الله. اتفضل اقرأ يا عمرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. الله يفتح عليك يا عمرو ما شاء الله. الله يفتح عليك يا عمرو ما شاء الله. ممتاز. معانا الأستاذة منى من القراءة، تفضلي يا أستاذة منى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. صدق الله العظيم. صدق. أحسنتي حق من ربي يبارك فيك، بس المد اللازم كان ناقص والتفخيم والترقيق محتاج ياخد حقه شوية. فين معايا كلمة حق؟ الحاء ترقق، القاف تفخم. ربنا يبارك فيك يا حاجه منى. شكرا لك يا استاذه منى. الاستاذه سناء من اسكندريه، اتفضلي يا حاجه سناء. ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. حياك الله وبياك. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية. بس أنا عملت قلقلة في الميم. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا حاج سناء. ليس الهدف تصيد الأخطاء، إنما يترك فرصة للقارئ لعله يرجع من نفسه. الهدف هو التعليم، والتعليم يكون بهدوء ويكون بعدم التسرع في الرد. فرجاء من يدرك من نفسه خطأ يرجع. ليس بعيب أن يخطأ الإنسان، ولكن العيب أن يتمادى في خطأه. ده رقم واحد. جميل لما عرفت أن القلقلة ما فيش فيها الميم مش محروقة، لا رجعت. جميل، عيدي. طيب المد اللازم كان ناقص شوية، فرجاء بعد كده لما المد يكون ناقص أرجع من نفسي وأعيد الكلمة اللي أنا أخطأت فيها، ما كملش. بس ده مش في الاتصال بس، لا ده يكون مع تلاوتك الخاصة قبل ما يكون في الاتصال. ربنا يبارك فيكم. أحسنت يا حاجة سناء. شكرا ليك يا حاجة سناء. الأستاذ محمد من القراءة، تفضل يا أستاذ محمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الحاج محمد اتفضل. بارك في الله فيكم. وإياكم. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من المكذبين. واحدة واحدة. وكم مرة حق محمد؟ وأما إن كان من المكذبين الضالين. طب قول ورايا كده. وأما إن كان من إن كان من المكذبين
من المكذبين. المكذبين الضالين. المكذبين الضالين. لا اسمعني كويس. الضالين. كمان مرة كده اسمعني كويس وشوف أنا هوصل النون في كلمة المكذبين بكلمة الضالين إزاي. المكذبين نض معايا؟ يلا. المكذبين النض. أيوه. المكذبين الضالين. أحسنت كمل. فنزل من حميم وتصلية جحيم. وتصلية جحيم. وتصلية جحيم. لا وتصلية جا تجا. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. أحسنت حاج محمد ربنا يبارك فيك. شكرا لك أستاذ محمد. أعزائي المشاهدين ده كان آخر اتصال مع حضرتكم النهاردة وللأسف لم يتبقى وقت لملاحظة فضيلة الشيخ خالد وننوه ونقول أخيرا إن شاء الله غدا حلقة لمراجعة سورة كاملة من أول دقيقة في انتظار اتصالاتكم بمشيئة الله تعالى. الحمد لله الذي وفق وأعان نسأله القبول وحسن الختام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم.